أطفالنا الجمال بالذكرى دي، بنحيي الذكرى ال 45 لنصر أكتوبر المجيد، دي ذكرى غالية علينا بنتذكرها كل عام، بنشرحها لأولادنا في المدارس. إن شاء الله الدرس الأولاني يوم الأحد هيبقى عن انتصارات وإنجازات جيشنا العظيم وتطهير أرضنا وعودتها إلى حضن الوطن. في الحقيقة يعني الفترة الجاية هتشهد تنمية كبيرة جدا، واحنا انت عارفين احنا بنطور وبننمي المحافظة. بنهني جميع الشعب المصري جميع انحاء الجمهورية، وخاصة اهالي جنوب سيناء اللي هم كانوا واقفين كتف بكتف مع رجال القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في مدينة طور سيناء، مدينة البناء والنماء والتعمير وذات المستقبل الباهر ان شاء الله، احنا النهارده في احتفالات اكتوبر المجيده، اكتوبر السلام، اكتوبر البناء، اكتوبر التعمير، اكتوبر العطاء. واكتوبر المجيده ما جاتش من فراغ، وانما جات بالتحام ابناء مصر البرره من رجال القوات المسلحه مع ابناء سيناء في تحرير سيناء وعاده سيناء للام مصر الحبيبه. شهد